مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. نهيلة بنزينة لاعبة كرة قدم مغربية تصنع الحدث في السوشيال ميديا، وهذا بعد أن أصبحت أول امرأة مسلمة ترتدي الحجاب في تاريخ كأس العالم للسيدات خلال مباراة منتخبها ضد كوريا الجنوبية. متابعو السوشيال ميديا انقسمت آراءهم بين مفتخر وبين متعجب من تسميتها الحجاب، وهذا بعد أن تم وصفه بمجرد خمار على الرأس حيث لا تنطبق عليه معايير الحجاب الشرعي. لعرض إعلاناتكم على باخة باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.